السلام عليكم، نتمنى أن الجميع يكون في أحسن صحة وعافية. تنطلق ليلتنا إن شاء الله كيف ما كنا اليوم أو هذه الليلة. سنخصصها لدرس لزاليماج سيستيم داليماج كيف ما كيعرف الجميع انه كيكون في الموتور ا اسانس بطبيعة الحال. سي بون، كنظن العدد كافي لبداية الدرس إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام سي سفيان. وعليكم السلام. البرنامج ديال هاد الليلة غيكون كالتالي، أنه سوف نذكر عن طريق دي الشيما خطاطة ليزاليماج بشكل عام لي دازو في تاريخ السيارات. غادي نبداو من الأول كيف ما قلت، ليزاليماج دو أ أ زد، اوكي. وغادي نسير ان شاء الله لي كيستيون ديالكم اللي كيتعلقوا بكل يعني كل فتره تاريخيه من لي زاليماج. ومن بعد وهذا واجب سي عمر. وعليكم السلام سيدي، وهذا واجب ديالنا. كيف ما قلت غادي نعطي الاهميه، يعني غنبقى غادي نبدا من ليماج الاول اللي كان اوكي، وغادي نمشيو دقه دقه شويه، الاول الثاني الثالث غادي حتى نوصلوا لي ليماج اللي كاينين الان اللي خدامين بهم طوموبيلات الان، يعني لي فيكول اللي كيخرجوا دابا فيهم، وغنعطيهم الوقت اكثر لانهم هما اللي كاينين وهما اللي يعني موجودين في السوق. والجديد جديد او السيارات الجديده كتكون ايكيبي غير بهذوك النوع، سي بون. وطريقه الخدمه ديالهم و كومون فير. بطبيعة الحال وسط هادشي كامل، غادي نشوفو دي شوز على لا بوبين كيفاش كدير ليا فولتاج عالي، وغادي نشوفو دي شوز على لي بوجي دار ليماج، بعض القراءات ديالهم. وبطبيعة الحال راه كيف ما كتلاحظوا في الشاشة كيطلعوا لي ميساج ديالكم قدامكم، وغادي نلاحظ يعني غادي نحاول أنني نجاوب على كل حاجة في ساعتها إن شاء الله تعالى. على بركة الله نبداو. Pour les allumages, c'est le système d'allumage. هو le rôle ديالو، الدور ديالو أنه هو سيتان سيستيم لي ينتج، يعني الإنتاج يكون في نهاية الأشياء. هو واحد سيستيم كي برودوي
واحد ليتانسيل اونتر لي زيليكترو دون بوجي. هو السيستم اللي كي ينتج ليا واحد الشراره ياك في الراس ديال البوجي. الهدف ديال هذيك الشراره هو بدايه او لا خلق او لا اشتعال الخليط ديال ليسونس مع الهواء. هذا هو الغرض من هذيك الشراره. هذيك الشراره عندها واحد الشروط معينه. اولا هذيك الشراره خاصها تكون قويه جدا باش تكون عندها القدره على اشتعال هذاك الخليط من جهه، وخاصها تعطى في الوقيته المناسبه ديالها. هذا هو الشرط الثاني، خاصها تعطى في الوقيته ديالها. الا هذيك الشراره تعطات ليا في غير وقتها راه ما عندها حتى شي فائده، وممكن يكون عندها ضرر اكثر من الفائده. قلنا الوقيته ديال الشراره بشكل عام خاص تعطى هذيك اللي تنسل في لافان دو كومبريسيون. حنا عارفين انه الموتور اسونس فيه 4 طون. بروميير طون لا دميسيون، كيكون فيها لا دميسيون ديال هذاك الخليط بالنسبه لانجيكسيون اللي هي ان ديريكت، كيكون لا دميسيون ديال الخليط. بالنسبه من بعد كتكون لا كومبريسيون. في لا فان ديال لا كومبريسيون خاصها تعطى هذيك الشراره لي تنسل. فاش كتعطى في لا فان كيبدا عندك اشتعال الخليط، كيتبعو انفجار اكسبلوزيون دي طونت، هي فاش كيهبط ليا لو بيستون. من بعد كيبدا طالع البيستون كيدير ليا لي شابمون، وغادي كتعاود هذيك العمليه. شنو اللي كاين بالنسبه للانجيكسيون ديريكت؟ كيكون لادميسيون ديال الهواء بوحدو، وفوسط لا كومبريسيون على حساب يعني على حساب لا جيستيون ديال لو كالكولاتور كيت انجيكتا ليسونس، ولكن دائما كتكون لي تنسيب ابري في لا فان دو كومبريسيون بطبيعه الحال. في بداية الأمر الناس اللي اخترعوا لنا الموتور أ إيسونس في الأول داروا لنا بما يسمى الإيماج كلاسيك. في الأول الإيماج كلاسيك سي عبد الرزاق وعليكم السلام. الإيماج كلاسيك هو لاليماج القديم العادي. اوكي، هاد لاليماج هذا كيفاش هو خدام؟ خاصنا نكونوا فاهمين كيفاش هو خدام. لاليماج كلاسيك سي سفيان كيسول واش كاين امتحان جهوي في شهر 5؟ الامتحانات راها متوقفة حاليا، ما كاينينش الامتحانات. كاينين دابا فروض كيداروا عن بعد، هادشي اللي كاين دابا. الامتحانات داكشي ديال لي زو اف ام وداكشي راه متوقف حتى يشوفوه شي حل. سي بون، قلنا لا ليماج كلاسيك يعني الاول هو هذا. نحاولوا نفسروا الطريقه ديال الخدمه ديالو. عندنا هنايا لا باتري، اوكي،
La batterie فيها دو بوند، فيها بوند ديال الموان وفيها بوند ديال لو بلوس. اوكي، هذاك الخيط اوكي نريم، انا غادي نحط لكم البي دي اف ديال هذا الكور هذا. اوكي سي خلدون، احنا دابا جايين غادي نشرح لكم كيفاش. قلنا عندنا لا باتري، اوكي قلنا عندها بون بلس و بون موان. اوكي هذاك البون بلس ديال لا باتري ياك كنجرجو منو خيط ديريكت من الباتري، و كنديوه باغ اكزومبل لو ديمار، كنديروه كنديوه الكالك كالكولاتور، هذاك الخيط اللي جاي ديريكت من الباتري وغادي لي بيس موتور كنسميه بون 30. هاد 30 هادي ماشي 30 شي حاجة، لا هي اسم، سي تانو سميه كنسميه بورن 30، او لا كنسميه بورن بلس افون كونتاكت، يعني الكونتاكت ديال السيروز. وكناخذو منو هانيت كندوزوه الكونتاكت ديالنا، هذاك البلس اللي كيتقم الكونتاكت بحال هذاك اللي كيشعل لي لو طابلو دبور كنسميه بورن 15. يعني اي حاجة كتخدم في الطوموبيل بالباتري وما كندوزوش الكونتاك، يعني راه واخد الخيط ديالها واخد لاليمونطاسيون ديالها من لابورن 30 هادي. واي حاجة ما كتخدمش ليا في الطوموبيل حتى كندوز الكونتاك، يعني هذيك خدامة خدامة بلابورن 15، كنسميه بورن 15. اوكي بالنسبة للبورن 31 اللي كاين عندي هنايا، اوكي هذه هي لاماس، اما كنقول لاماس ولا كنقول بورن 31. سي بون، عندي هنايا هذه هي لا بوبين داليماج، هي هذه لا بوبين، الشيما ديالها هو هذا، عندها سيركوي بريمير ديالها وعندها سيركوي سكوندير ديالها. اوكي عندها ثلاثة الخيوطة، خيط جاي من الكنز راكب فيها هنايا الجيم، اوكي وعندها واحد الخيط راكب في الوسط الذي يوزع هذاك لو كورون او لا لا روبستانسيون على لي بوجي، وعندي الخيط الثالث هو اللي غادي يركب ليا فاش اللي غادي يركب ليا في لاليمور او دود او ديز الكوندونساتور. من الكوندونساتور راكب هو في لاماس ديال لاليمور، يعني في الكادر ديالو فيس بلاتيني او لو ريبتور، هو هذا اللي كيكون عندي هنا، هو اللي هنا كاين هنا. اوكي هادي هي هادو هما الريوسا ديال لي كام لي كيكونو في لاكس ديال هداك لا ليمور، يعني في الوسط ديالو هنايا لا ليمور كيدور وهاد لي كام كيدورو، فيما كتجي ان كام هنايا كيتهز هاد هاد الكونتاك كيولي عندي اون ريبتور، مكيبقاش لو كونتاك، هذا هو اللي كنسميه فيس بلاتيني، هو هاد لا بارتي اللي كاين هنا. هذا كوندونساتور اوكي، و لا ليمور عندو لا بارتي السفلى هي اللي فيها هاد الشي، و فوق منها كاين لا بارتي العليا اللي فيها لو شابو فيها لو دوا كيوزع ليا هاديك لا هوت طونسيون اللي كتعطي لا روبين كيوزع على هادوك لي كابل اللي غادي لي
bougie. Un seul câble ou une seule bougie, rien pour comprendre. Plus les bougies, haute tension, ou la masse de bougie, la fixation. L'automobile, le moteur, le carrosserie, la masse. Le schéma simple de l'allumage classique. نشوف لي كيستيون ديالكم او لا. وعليكم السلام سي نزار. وي سي مزكلي على ليماج كلاسيك. سي زكريا مرتضي السلام عليكم استاذ، بغيت نسولك على الديبيمتر، اشنو كيعبر؟ واش بالحجم ولا بالجرام؟ علم ان المحرك يشتغل بكميه الهواء والبنزين ان كانت، والسؤال واش يمكن نحس الوزن ديال الهواء خاطر نحصلو سي زكريا ديبي متر ياك؟ ديبي متر ما كيعبرش هو دابا الوزن، واخا حنايا كنقولو في المعادلة ديالنا ان غرام ياك، ان غرام مقابل كنز، ان غرام ديسون مقابل كنز غرام الهواء، ولكن الديبيمتر ما كيعمرش هو كيعبر ما كيعبرش هو الوزن ديال الهواء، لا كيعبر هو حنا كنقولوا كيعبر الحجم ولا هذا، ولكن الا جينا نشوفوا هو غير كيدير استنتاج. حنا دابا قلنا استنتاج، يعني فاش هذاك الديبيمتر فوليميك، فاش هذاك البابيون ديالو كيتهز واحد الزاويه معينه، نقدر انه هذيك الزاويه يقابلها مثلا كنقولوا 60 غرام، بحال ما هكا، هذا هي اللي كاين. غير هو لو كالكولاتور يقابل، هو المده ديال لوفيرتور دي زانجيكتور يقابلها بحسب الزاويه ديال الديبيمتر. مثلا هل هذا اذا كان الديبيمتر فوليميك طبيعي. سي بون، نرجعوا للدرس. قلنا اليماج كلاسيك هو هذا اللي قدامنا دابا. اعيد، هنايا لا باتري، لا بوبين، لا ليمر فيه دو زيطاج، ليطاج السفلي هو اللي كيكون فيه فيس بلاتيني، وهذاك لاكس ديال لا ليمر فيه مصوبة فيه دوك لي كام، هما اللي كيحلوه ليا. الطاج لي طاج الفوقاني هو اللي فيه لو دوا، هو اللي كنسميه لو ديستريبيتور، اللي كيوزع ليا هذيك لا هوت طونسيون. كاين اللي كيقول انه كيوزع لي تنسيل، خطا، لا يوزع لي تنسيل على لي بوجي. لي تنسيل كتخلق في البوجي، ولكن هذا كيوزع ليا توتر عالي، لا هوت طونسيون على لي بوجي، باش هما يديروا لي تنسيل. سي بون. دابا السؤال، كيفاش خدام هذا الشيء؟ عندنا الباتري، لا بوبين، لا ليمور، ها ليطاج الفوقاني، ليطاج التحتاني، كوندونساتور، بوجي، لا ماس. كيفاش كيخدم هاد، كيفاش كيخدم ليا هادشي؟ اول حاجه كيفاش كيخدم ليا هادشي، كيف ما كنشوفوا، اول حاجه كاينه في السيركوي ابري لا باتري هي لا بوبين. خاصنا دابا نعرفوا هاد لا بوبين كيفاش كتحول ليا هذيك 12 فولت اللي كتجي من الباتري، كتحولها كتولي 30 40 50 ولا 60 الف فولت. اعيد، لا باتري كتعطي لا بوبين 12 فولت، 12 فولت لا بوبين كتخرج ليا 60 الف فولت، 60 الف فولت.
اوكي يعني 5000 مرة، يعني كيولي داك لو فولتاج الخارج كيضرب لهذاك اللي جاي لابوبين 5000 مرة. كيف ذلك؟ اوكي كيف ذلك؟ غادي نشوفوها هنا لابوبين. لابوبين كلاسيك هي هذه، فيها ثلاثة ديال لي بون. لابون كانز هي اللي جاي ليها الخيط ديال كانز من عند لو كونتاكت. لابون كات هي لابون دو صورتي، هذه هي اللي مخرجه ليا غاديه لاليمور. وهاد لابون هذه هي اللي غاديه الكوندنساتور. دابا كيفاش هاد لابوبين هادي كتدير ليا تحويل ديال الفولتاج من 12 فولت حتى ل 60 ألف فولت عن طريق واحد الظاهرة فيزيائية سميتها لانديكسيون، هي الكلمة اللي كاينة عندنا هنا لانديكسيون. كيفاش؟ لانديكسيون اللي كيكون عندي بشكل عام، اشنو هو اللي عندي بشكل عام؟ اللي عندي بشكل عام باش نفهمو كومون هادشي، هو فاش كيكون عندي واحد سيك معين بحال هذا سلك معين، ياك فاش كندوزو قدامو مغناطيس ما كنقيسوش به وكنديرو واحد لو فولت متر، كنعبر الفولتاج في الاول، كنعبر الفولتاج كنلقى انه هاد السلك اصلا حنايا ما مدوزينش فيه الضو، ما كاينش فيه الضو والو، لو كورون ما كاينش فيه. بطبيعة الحال الفولت متر غادي يعطيني في هاد الحالة هادي غادي يعطيني زيرو فولت منطقيا، بالمنطق غادي يعطيني زيرو فولت ياك. ولكن فاش كنشد مغناطيس ياك كندوزو من وسط هاد السلك هذا بلا ما نتوشيه ما كنقيسوش كاع، كنلاحظ انه الفولت متر كيبدا كيعطيني واحد القيمه ديال الفولتاج. شنو كنفهم؟ كنفهم انه بسبب انه المرور ديال هذاك المغناطيس وسط هاد خلق عندي ان كورون الكتريك وسط هاد السلك هذا، فيه تخلق هذه كلمة تخلق هي اللي كنسميوها في لافيزيك لانديكسيون او لا سيلف انديكسيون. هاد سيلف انديكسيون اللي كاين عندي هنا ياك هي نفسها اللي حنايا بغينا، هي نفسها هذيك الظاهره اللي كتوقع عندي هي اللي بغينا نستافدو من هنايا في لابوبين. لابوبين فيها جوج ديال لي سيركوي، فيها سيركوي بريمير هو هذا الخيط الغليظ اوكي، وفيها سيركوي سيكوندير هو هذا الخيط الرقيق. سيركوي بريمير ديالها هو الخيط الغليظ وعدد لفاته قليل، والسيركوي سيكوندير هو اللي عدد اللفات ديالو كبير ورقيق في السمك ديالو. هاد سيكوندير هو اللي غادي يخرج لي هاديك 60000 فولت، وهذاك البريمير هو اللي داخله من الاول 12 فولت. اللي كيوقع انه بين هاد الاول الخيط ديال البريمير
او السكوندير كيوقع تأثير ثنائي، هذا كيأثر على هذا وهذا حتى هو كيأثر على هذا، وكيولي كيتزاد ليا هذاك الفولتاج في لافان في الاخر، كيولي الفولتاج كيتزاد ليا في السكوندير اللي هو اللي غادي يخرج ليا هذيك السيجنال فولت. في الاول كانت 30 الف فولت، شويه 40 الف فولت، 50 الف فولت، دابا لي بوبين ديال دابا راه كيوصلو حتى ل 60 الف فولت. تمام، القدام لا القدام 30 الف فولت هو حده. هادشي اللي كيوقع في لا بوبين، كيوقع تأثير ديال المجال المغناطيسي فيما بين هاد الاسلاك، هذا كيأثر على هذا وهذا كيأثر على هذا، في الاخر كتلى داك الفولتاج العالي كتلى في هذا لانه هو اللي كاين في الصوتي. سي بون، هادشي دابا اللي كيوقع. شكون اللي كي هاد السيركوي بريمير اللي كندوي عليه هو هذا الغليظ الخيط الغليظ، والسيركوي سكوندير هو هذا، ولكن كاينه واحد المساعده كتوقع عليا. هذيك المساعده ديالاش؟ ديال لو كوندونساتور، هذا اللي كيكون عندي هنا كوندونساتور، كيشبه الباتري في واحد القضيه، هو كيشد ليا التيار كهربائي يعني كيخزنه. غير الفرق بينه وبين لاباتري انه لاباتري ما كتطلقش تيار كهربائي اللي كاين فيها داخل حتى كنلصقوا فيها شي بوره ولا شي مستهلك، ياك فوالا. لو كوندونساتور هو غير كي تشارجا كيطلق ديك لاشارج ديالو في البلاصه، هذا هو الفرق بينه وبين لاباتري. لاباتري الى شارجيناها ما كتطلقش، هي الضوء اللي كيكون فيها الكهرباء اللي فيها لا تطلقه حتى كيكون واحد المستهلك. لو كوندونساتور المستهلك يكون ولا ما يكونش، هو غير كيعمر كيخوي راسو بوحدو، هذا هو الفرق. هذيك اللقطه فاش هو كيخوي هذاك الضوء اللي كيكون فيه كيعاون لو سيركوي بريمير ديال لابوبين باش كيأثر عبر المجال المغناطيسي والانديكسيون، باش هذاك الفولتاج اللي كاين في السكوندير كيطلع اكثر. داكشي علاش كيخرج ليا في السكوندير في بدايه هادشي 30 الف فولت اللي كانت ديك الساعه. هذيك 30 الف فولت ما كتقتلش الانسان، وانما تلسعه مثل الابره. حنا عندنا في لي باريز ديال الدار ديالنا 220 فولت كتقتلنا، هادي راه 30 الف فولت الفوق ما كتقتلش. علاش؟ لانه ماشي لا طونسيون اللي كتقتل، وانما لومبيراج هو اللي كيقتل. هادوك لي بريز ديال الديور ديالنا راه لومبيراج ديالهم هو اللي كيقتل ماشي الفولتاج. على اي فاش كتكون ديك لا طونسيون خارجه هنايا كتمشي مع الكابل، وهذا الكابل بطبيعه الحال كيكون كابل غليظ، داكشي علاش هما دايرين هنايا غليظ، كدوز معاه هاد لي فيل اللي كيكونوا راكبين في لاليمور من الفوق وغادي لي بوجي، كنسموهم لي فيل اش تي اش تي، صافو دي هوت طونسيون، كيمشيو للبوجي والبوجي كتخلق فيه لي تنسال باش من طريقه. عندنا هادوك الراس ديال البوجي هادوك لي زيليكتروت ما كيقيسوش بعضياتهم، كاين واحد الفراغ بيناتهم. فاش كدير لا هوت طونسيون هادوك لي زيليكترون لي جايين مع لا هوت طونسيون كينقزو من بورن بوزيتيف من ليليكترو بوزيتيف الكاثود ليليكترود نيجاتيف لانود. هذيك التنقيزه في الهواء هي اللي كنشوفوها حنايا كنسموها شرار ايتانسيل، هذيك التنقيزه هذوك هما لي زيليكترون كينقزو من هنايا لهنا، وهذيك الشراره
نستغلوها باش كنديرو هذيك اشتعال لا كومبيسيون بدايه الاحتراق ديال الخليط ديالنا. هذا من جهه. من جهه ثانيه باش حنايا هاد لابوبين نعاونوها باش دير ليا هذاك لا ترانسفورماسيون ديال الفولتاج من 12 ل 30 كيف ما كانت في الاول. من بعد غادي تولي 60000. درنا واحد ريبتور هنا باش نقطعوا لا ماس. لا ماس علاش بغينا نقطعوها؟ نقطعوها على لو كوندونساتور. هذا هو الغرض. فاش كيديشارجا ما خاصش هذا الكونتاكت يكون، خاصو يكون محلول. هذيك اللقطه اللي كيتخوى فيها الكوندونساتور كتكون غالبا ملاقيه ليا مع اللقطه اللي هاد لاكام كتحل ليا الكونتاكت باش هو يديشارجا ليا الكوندونساتور في لابوبين. ما بغيناش يديشارجا ليا في لاماس، خاصو يديشارجا في لابوبين في السيركوي بريمير ديالها باش هذاك لا ترانسفورماسيون تكون يعني مزيانه بزاف. صافي شوفوا لي كيستيون. بالنسبة للكور ديال لي كابتور راه حطيتو السي زكريا، راه كاين مرحبا بك السي عبد الرحيم مجد. دابا حنا شرحنا دابا كيفاش كيخدم لا ليماج كلاسيك العادي الاولاني القديم. اوكي علاش غادي نطوروه؟ غادي نطوروه لحقاش فيه دي ديفو. الديفوات اللي كاينين فيه شنو هما؟ نحاولوا نشوفوهم الان. الديفوات اللي كاينين في هذا شنو هما؟ لي ديفو ديالو هما هادو ديال هادو. كاين ايزور ميكانيك. شنو هو المقصود بايزور ميكانيك؟ انه هاد الكونتاكت اللي كيكون عندي هنايا فيس بلاتيني او الريبتور فيه هنايا جوج ديال لي بيس كيبقاو كيتكالو ليا مع الوقت. الحاجه الاولى هاد كيبقى كيتحكوا داك الشيء كيكون دي فروتمون، يعني شي حاجه اللي هي ميكانيك ديما فيها هاد ديفوات. شباخر ايزول الكتريك. ايزول الكتريك بعض المرات كيكون واحد ديكالاج ولا هذا كتولي ليا هنايا واحد لي تنسل كتخلق ليا في هاد الكونتاكت هذا كيولي كيلصق. وهاد فيس بلاتيني الى سولتو المعلميه ديالكم ولا هذا كيبقاو كيبدلو بزاف. هذاك الفيس بلاتيني كنبقاو نبدلوه بزاف طوال الوقت كيتبدل كيخسر لينا بزاف كيتحرق كيدير لي ان كود سيركوي وكيتحرق. بطبيعة الحال في هاد لا ليماج ما كتكونش لي تنسال يعني قوية بزاف، يعني ما كتفوتش لي 30000 فولت. المونطور ما كيكونش يعني في لو روندمون ديالو المردود ديالو ما كيكونش عادي. بطبيعة الحال غيكون كونسوماسيون الفي، يعني غادي نوليو كنضيعو في ليسونس بزاف. لو بوان دال ليماج غيكون عندي الروطار لانه ماشي واحد لو سيستيم اللي هو يعني متطور بزاف. اوكي ديسمينيو لو كورون بريمير، يعني لو كورون ديال هاديك
لا بوبين ما كيبقاش قوي، وكاين لي زيميسيون ديال لي غاز لانه ما كيكونش عندي الاحتراق كامل. علاش؟ لانه ما كيتعطانيش لتنسيل دائما في الوقيته ديالها. هذا هو الديفو اللي كيكون عندي، لتنسيل ما كتكونش لتنسيل ما كتكونش مجهده بزاف. بسبب هاد لي ديفو خاصنا نبداو نطورو في هاد السيستم هذا. كاينه شي حاجه غادي نخليوها وكاين شي حاجه غادي نحيدوها. الا بغينا نطوروه غادي نديرو ان سيستم كنسميه لا ليماج ترانزيستوريزي. هذا هو لا ليماج اللي تابع ليا سيستم كلاسيك ترانزيستوريزي. هو هذا، إلا ردينا البال مزيان مناش تخلصنا. تخلصنا مناش؟ تخلصنا من هذاك الكوندونساتور، أما داكشي الآخر باقي هو هو. الكوندونساتور اللي كان عندي هنا هو اللي حيدنا، هات شتي هذا هو دابا اللي حيدناه، تخلصنا منه ودرنا واحد لامبليفيكاتور داليماج. امبليفيكاتور هو اللي كنقوله بالدارجة لامبلي. امبليفيكاتور كيتعطى واحد الفولتاج كيدوبلو وكيلوح ليا لابوبين. هذيك الوقيته اللي هو غيدفع ليا هذاك داك الفولتاج العالي ديالو هو لابوبين باش هي تخلق ليا ودير ليا واحد لا ترانسفورماسيون مزيانه. اوكي، اللي كيقول ليه الوقيته خاصنا شي حاجه اللي كتقول لنا الوقيته. هذا هو يعني الوقيته ديال هذيك اللي تنسال. هاد الفيس بلاتيني باقي حنايا مشتاجين به، هو العينين ديالنا، يعني هو اللي كيحدد لي انه الوقيته. الوقيته فاش هاد الكونتاكت كيتقطع على ماس، يعني فاش لاكام كتجي هنا هي كتجي مع لا فان دو كومبريسيون. فاش كيتحل الكونتاكت باق هذا كيتخوى في لابوبين، لابوبين كتصيفط لاهو طونسيون لو دوا. لو دوا كيكون ملاقي مع واحد لابوجي هنايا بالضبط، كتمشي لاهو طونسيون كدير لي تنسير في البوجي وهي دابا هنا. هي الطريقة هاد لاليماج هذا باش حسن من هذاك الاولاني، حسن منه في لاكاليتي ديال هذيك لاهوت طونسيون اللي كتعطيني لابوبين من جهه، وهذاك لو طون ديال لا شارج ديال لو كوندونساتور حيدناه، لانه هاد لامبليفيكاتور كيشد ليا لا شارج تخي فيت بزربه كي عمر. اوكي، واصلا هو توجور ليي الكنز، يعني هذاك البلوس ابري كونتاكت ديما هو اللي يدي. سي بون، دابا ستارت على نتخلصوا من لو كوندونساتور ودرنا امبليفيكاتور لتحسين المردودية ديال هاديك لابوبين ولتحسين الوقيتة ديال هاديك لتنسال. ولكن باقي عندي دو شوز ميكانيك، باقي عندي الفيس بلاتيني الريبتور، وباقي عندي هذاك لو دوا الذي يدور بطريقة ميكانيكية وكيوزع ليا لاهوت طونسيون. غادي نزيدو نطورو، غنديرو واحد ليماج الكترومانيتيك ترانزيستوريزي حتى هو. اوكي، هو شويه فيه غادي نطورو فيه شويه. فهاد ليماج الكترومانيتيك ما هو جديد؟ شنو هو الجديد اللي فيه؟ اللي هو جديد فيه انه
هذاك الفيس بلاتيني غادي نتخلصوا منه حنايا وغادي نديروا واحد لاتيج في لاكس ديال هذاك لاليمور اللي باقي فيه لو طوا اللي كيدور غادي نديروا له واحد لاكرام او ديكام مانيتيك حسب لو نومبر ديال لي سيلندر ياك كيخلقوا لي واحد تيار كهربائي اعتمادا على هذاك الظاهره ديال لانديكسيون اللي قلنا اللي كتوقع ليا في لابوف فيما كيدوز واحد لاكام هنا كتخلق ليا واحد لو كورون فاش كيدوز يعني كيتعلم هاد الموديول دا ليماج انه راه لقيته ديال لي تانسيل هادي كيخوي الضوء ديالو في لابوبين لابوبين كتعطيني ليا لا ليمير وهذا كيوزع لي على هذا يعني هذا الداب كنا في الاول ميكانيكمون باش كيعرف هذا راه لقيته ديال لي تانسيل دابا مانيتيكمون وهذا الموديول دا ليماج الكترونيك بطبيعة الحال ومع ذلك بقات عندنا واحد الحاجة اللي هي ميكانيك هي هذه خاصنا من بعد غادي نتخلصوا حنايا من هذا حتى هو نبقاو غادي واحد شوية عاوتاني غنديرو لا ليماج اف في هول شنو دابا طورو لنا غير لا فاصون كومون كونيتر لو طو de l'étincelle l'étincelle il y a l'étincelle ok il y a un capteur AF ok il y a 4 positions 4 cylindres il y a 2 cylindres il y a l'étincelle dans l'image pour savoir le temps dans l'image c'est tout هذه هي اللي مطوره دابا الفرق اللي كاين بين هذاك وهذا داكشي الاخر باقي هو ولكن باقي عندي الديف هو هذا سي تان ديستريبيتور ميكانيك هذا سي تان ديف اي حاجه ميكانيك فيها الديف كي خاصنا نردوها الكتريك اوكي من بعد طوروه عاوتاني داروا لا ليمارج الكترونيك انتيغرال à l'image électronique intégrale. Pour la fille de l'arme, si le volant moteur ou de la fille ou le capteur. Aucun indi calculateur de l'image ou à l'aide. Ou de chez la fois avant et ou à l'aide. Et juste pour savoir le temps de l'étincelle. Et je ne sais pas. وبطبيعة الحال هذا الكالكولاتور ديال ليماج متطور يعني وكي يعني بزربة يعني كيكون ديك السرعة يعني هاد لو موتور غادي يكون كيوصل لواحد لي فيتاس أكثر من هادوك لي سابقين حقاش كتعطى لي تنزل بواحد السرعة سي بون من بعد هذا غادي ندوزو لاخر مكان اللي كاين دابا شنو كاين دابا في السوق اللي كاين دابا في السوق انه تخلصنا من هذاك لاليمار الذي يوزع الله الطونسيون مابقاش هادي الا رديتو البال خفين درنا واحد كالكولاتور سوا ديال لاليمار او لا لانجيكسيون وغالبا calculateur d'injection, calculateur moteur, ok, ou la consommation injection, yek, motronique, injection motronique, morceau de BH, on a le calculateur qui gère l'injection ou qui gère l'allumage, بجوجو لي كابتور ديال ريجيم موتور اوكي هو اللي كيعطيني لو طون امتى لو لقيته
وعندي جوج ديال لي بوبين، واحد لا بوبين كتعطي ليا بالسيلندر ان والسيلندر نيميرو 4، ولا لا بوبين الثانيه كتعطي السيلندر نيميرو 2 والسيلندر نيميرو 3 اون ميم طون، كتعطي لي زيتانسيل اون ميم طون. وعيد لا ليماج جيمو ستاتيك، جيمو كتعني توأم. علاش توأم؟ لأنه كل بوبين كتدفع ليا لا هوت طونسيون الجوج ديال لي بوجي ديال دو سيلندر اون ميم طون، وكتوقع لي تنسيل جوج ديال لي سيلندر اون ميم طون. وحده كتعطي السيلندر نيميرو ان اي 4، والثانيه كتعطي 2 و 3. علاش داروها؟ داروها لانه السيلندر الان والكات لي بيستون ديالهم كيتحركوا بنفس الطريقه، كيطلعوا بجوج كيهبطوا بجوج، والسيلندر 2 و 3 لي بيستون ديالهم كيطلعوا بجوج كيهبطوا بجوج. الا كان البيستون ان فلافان دو كومبريسيون، فلافان دو كومبريسيون، راه السيلندر 4 حتى هو راه طالع البيستون ديالو، كاين فلافان دو ليشابمون. هذا فلافان دو كومبريسيون كنعطيوه لي تنسيل غادي يدير لي من بعد ليكسبلوزيون، هذا حتى هو كتعطاه لي تنسيل. شنو هي الفائده ديالها؟ تعطات فلافان دو ليشابمون، الفائدة ديالها وهو نحرق ما تبقى من إيسونس غير محروق. إلا فلتت لنا شي حاجة ما تحرقاتش واخا غادي نضيعو فيها، المهم اللوتوش اللي كنحرقوها من جهة، والفائدة الثانية كيتنقى لنا الراس ديال هاديك البوجي ديال هداك السيلندر اللي فيه لي شاطمون، باش كنوجدوه لي تنسيل ديال بصح المرة الماجية. لحقاش المرة الماجية غادي يكون عندي لي تنسيل في لافان كومبريسيون في الكات، وغيكون في لافان لي شاطمون في الان، هي دابا وغادية. كذلك بالنسبة لدو او تخوا، سي بون، هذا هو لا ليماجيمون ستاتيك. والطوموبيلات اللي كيخرجوا دابا راه فيهم هاد جيمو ستاتيك، هو اللي كاين دابا. كاين بعض الاخوان سولونا قالوا لي ودي بغينا نعرفوا لي كابتور، كيف ما سموهم هما الحساسات، لي كابتور اللي كيحتاجهم لو كالكيلاتور باش يدير لي هاد لا ليماج. اول كابتور وهو كابتور ريجيم موتور، الا ما كاينش عندي كابتور ريجيم موتور بلا بيه لا يستطيع الكالكيلاتور انه يحدد الوقيته ديال لي زيتانسيل، لحقاش هو الا رديتو البال هو اللي كيعطي الضو 12 فولت. اوكي، هو اللي كيعطي 12 فولت لهادوك لي بوبين، فاش كيعطيهم هما بوبين يعني طمروها كتعطيك لا هوت طونسيون في البلاصه بسرعه. اوكي، هو الذي يتحكم، مره كيعطي هذه مره كيعطي هذه. اوكي، على حساب السيلندر، الى عندي الان غيعطي لهادي 2 غيعطي لهادي 3 يعاود يعطي لهادي الكات، يعطي لهادي 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 2 4. ياك هنا كيعطي الان هادي 1 3 يعطي لهادي، اوكي 4 يعاود يعطي لهادي، و 2 يعاود يعطي لهادي، هي وغالية تبقى يدير النوبة بيناتهم.
شليكين كاين كابتور اخر لا يستعمل في هذا لو تيب ديال لاليماج، ما غاديش نلقاو نلقاو في النوع الاخر ان شاء الله تعالى. فوالا خلفاوي كيسول هاد جيمو ستاتيك بوغ انجيكسيون ديريكت او انديريكت. في الانجيكسيون ديريكت راه فيها ستاتيك غالبا، جيمو ستاتيك كيكون في الانديريكت. جيموستاتيك يكون في الانجكسيون انديريكت. سي بون. قبل ما ندوز لا ليماج لاخر، اسكو فوز افي دي كيسيون بالنسبه لهاد لا ليماج جيمو ستاتيك؟ بالنسبه للناس اللي يطلبوا البي دي اف ديال هاد الشيء، راه كنديرو في كوموند، ما راه كنديرو تما في التحت، نحاول انني نديرو كاع من دابا. مرحبا السي خلفاوي. راه بالنسبه ليكور اللي كندير لكم راه سميتو راه كاينين في هذاك الليان، هذاك الليان اللي داير لكم الفوق اللي فيه ليكور، فيلا دخلتوا ليه غتلاقاو الكتريسيتي الكترونيك. فاش كتدخلوا كتلاقاو كاع هادوك لي كور ديال البي دي اف لي كاين من بينهم هذا، زيادة اللي هو بغا غير هذا بوحدو راه غادي ندير لكم لين ديالو الا بغيتو في الكومونتير ان شاء الله تعالى. واش كاين شي سؤال بخصوص هاد لا ليماج جيمو ستاتيك بعدا؟ اسكو فوز افي دي كيستيون؟ انتظر كتابة الاسئلة اسفله باش نجاوب لكم عليها. كمان الراجل مرحبا. سي فوز افي دي كيستيون sont les ses défauts. Voilà les défauts d'Yalo. Les défauts d'Yalo, كتخرج كل لابوبين كيكون مقسوم بين جوج ديال لي بوج، هذا هو الديفو. يعني هذاك لومبيراج اللي غادي يكون خارج كيكون مقسوم على جوج، هذا هو الديفو اللي كاين فيه. ولكن راه مقارنة بهذوك لي سيستم اللي دازو قبل منه كيف ما شفنا من الاول، راه هو احسن منهم بزاف. كومو كونترولي لو سيركوي؟ كومو اون في لو كونترول؟ فوالا هي انا غادي نقول لكم لي كونترول كومون فيغ. لي كونترول عندي
عندي خاصني نشوف السيستم الاخر باش نجمع لكم لي كونترول في واحد مره صافي سي راجي سي فوزي سميتي كنظن جاوبتك على السؤال ديالك لي كيستيون ديال لا ليماج اللي كيتحطو في الامتحان لي كيستيون هو لي شيما بعدا شي ديال لي شيما والاسماء شنو هي هادي وشنو هي هادي وشنو هي هادي خاصكم تكونوا حافظين لي شيما يقدر يتحط لكم هاد لي شيمات اللي دوز لكم اليوم ممكن يتحطوا دوطخ شيما انا لحقاش لي شيما كاينين هما كثار ولكن واخا يكون شي شيما اللي عمرك نتايا مشيتي ضروري كتعرف فيه واحد الحاجه ولا جوج كتفهم ديالاش بعدا غير الا كنتي ضابط الاسماء ديال هذاك الشيء كامل فاش كتعرف وحده ولا جوج راه كيبان لك داك الشيء لاخر وي وي سي فوزي مرحبا وي سي كامل راجي ان شاء الله اوكي سي بون الى ما كاينش لي كيستيون ندوز لا ليماج ستاتيك لي جام لي كاين دابا لي هو من بعد لا ليماج جيمو ستاتيك هو راه كيشبه هذا غير الفرق اللي بينه وبين هذا انه هذا كل بوجي درنا ليها بوبين ديالها خاصه بها صافي هو الفرق اللي كاين سي بون مابقاوش لي بوجي كيعتمدوا ليا على كل بوجي كتعتمد على واحد لابوبين اللي هي مشتركه مع بوجي اخرى لا كل بوجي فوق منها بوبين ديالها بوحدها خاصة بها بوحدها هذا هو الفرق ذلك اوكي كل بوبين عندها ثلاثة ديال لي بوغم ثلاثة كاين لاماس ثلاثة بالنسبة لهذا عفوا ثلاثة كاين في هذه اللي فيها ثلاثة لحقاش كيكونوا جوج ديال لي بوبين مجموعين وعندهم دو بوم عندهم ثلاثة ديال لي بوم انا غادي نفسر لكم كومون فير وبالنسبة لهذه راه كيكون عندها بطبيعة الحال كيكون عندها بطبيعة الحال لي بوم ديالها بين سي بون كل بوبين بالنسبة لهذا كنت نعطيكم يعني واحد الصورة على هاد لا ليماج اللي فيه كل اللي كنسمي اليماج ستاتيك اوكي هاد لا ليماج ستاتيك يقدر يكون في لانجيكسيون ديريكت ويقدر يكون في لانديريكت حتى هي كاين حتى في لانديريكت ماشي مشكل كاين غير هو في لانجيكسيون ديريكت راه هذا اللي غادي يكون عندنا سي سيغ لحقاش هذا احسن لنا من هذاك الاخر اوكي واو هذا سيت موتور ا ايسونس اللي فيه انجيكسيون فيه اليماج عفوا اليماج ستاتيك يعني كل موتور او كل بوجي فوق منها بوبين ديالها الى ردينا البال كل بوبين عندها ثلاثة ديال الخيوط
Voilà. كل بوبي عندها ثلاثة ديال الخيوط ديالها. سي بون. راه هما هادو لي بوبين راه راكبين فوق لي بوج. هادو لي زانجيكتور. هما هادو فيهم جوج خلاص بحال ديما. سي بون. ندوزو دابا لي كونترول. كومون كونترولي هاد لي زيليمون هادو. اشنو عندي بعدا في لو سيركوي؟ اش عندي انا باش نمشي دقه دقه بوغ لي كونترول؟ عندي اولا لاباتري، يعني كان نعرفو حنايا لاباتري ديالنا باش كندوز لي ميزور. هنا عندي لاباتري كنشوفوها، عندي كابتور ريجيم موتور الى عقلتو على الدرس ديال السبت الفايت على كيفاش كنعبروا لي كابتور. الى كان كابتور انديكتيف راه فيه غير جوج ديال الخيوط كنعبروا لا ريزيستانس ديالو بالكوم وكيعطيك. كان اف في هول راه كنعبرو لا ريزيستونس ديالو بين لا ماس اي سورتي سينيال. شنو دابا كيبقى لنا؟ كيبقى لنا لا بوبين اوكي فيها ثلاثة ديال لي بورون. ثلاثة ديال لي بورون كوم سا. اوكي وي سي ام الى عندي كيف ما قلت عندي بوبين فيها ثلاثة ديال لي بون. كاين البون الأولى الثانية الثالثة. اوكي في الداخل ديال لابوبين فيها ثلاثة، فيها دو سيركوي. كاين سيركوي بريمير و سيركوي سكوندير. كنعبرو حنايا بالميلتيمتر ديالنا اللي فيه كندير فيه يعني داك الرمز ديال الأوم. كنختار في الميتيمتر ديالي داك الرمز ديال الأوم اوكي وكنعبر. مثلا غيكون عندنا بريمير غادي يكون هنا، سكوندير غادي يكون بريمير غادي يكون هنا وهنا. سي بون. سكوندير غادي يكون به هنايا وهنا على اكزومبل. الى مشينا لا روفي تكنيك وكان هنا مثلا ارقام ا بي سي ولا شي حاجه ولا الحروف راه كيقول لك، ولكن هو غالبا انه هذا الوسطاني كيكون كوما، هذا هو اللي كنسميه بون كوما ياك بون كوما. واحد اللي من كيكون بريمير سكوند. الفرق اللي بين البريمير و سكوندير هو انه هذاك البريمير دائما سيركوي بريمير اللي بغينا باش نكتبوها مزيان باش يبان لينا. الا كان بريمير هو هذا باري
Par exemple, primaire, ok, secondaire ou intermédiaire. يعني كنعاود نعبر بنفس الطريقة بين بريمير بين بون كومان نفس الطريقة هنايا كنا نديرو ديك هكا اوكي بريمير سكوندير الفرق اللي بيناتهم انه البريمير كيكون كبير كيكون صغير في لا ريزيستانس ديالو اوكي يعني ما كتفوتش لك ان كيلو اوم ان كيلو اوم ان كيلو اوم اوم ما عنديش في الحروف هنايا حوليني باش ان كيلو اوم اوكي سكوندير سكوندير كتلقاه كبير شي شويه هذا كتلقى هذا راه ما كيفوتش ان كيلو اوم راه ما كيفوتهاش اوكي ما غاديش يفوت صراحة سكوندير كتلقاه كيك كيلو يعني كتلقاه كيساوي لك المهم شوف دابا على حساب 5000 ولا 3000 ولا 5 كيلو اوم ولا شي حاجة ولا هي وغادي على حساب شنو كاين اوكي هذاك تلقى كيساوي غير كيلك اون داكشي صغير بزاف 0.5 اون كاع 0.5 اون ممكن تلقى هذا هو الكونترول ديال لا بوبين كاين واحد القضيه خاصنا ردوا ليها البال مزيان شنو هي اللي خاصنا ردوا ليها البال وهو اي حاجه عندنا في الطومبو اللي هي الكتريك في لي كونترول ديالها دائما كيكون عندي دو كونترول كيكون عندي كونترول ميكانيك عاد كيكون عندي كونترول الكتريك الكونترول ميكانيك هو الكونترول فيزويل كتشوف ياك ما مهرسه ياك ما مشقوقه ياك ما كذا ياك ما كذا عاد كيكون كونترول الكتريك هو اللي كيكون فيه عبارة بهذا الشكل اللي وريتكم انا دابا سي بون بالنسبه لي بوبين قدام شي حاجه قديمه بار اكزومبل قديمه فوالا بحال هكا بوبين قديمه كنديرو ليها بهاد الكونترول بحال هكا بريمير بين بورن 15 والبورن 1 سكوندير لحقاش لا صوتي كاين عندي هنايا دائما لو كومان هذيك لا بون كومون هي هاد الان مشتركه بين السكوندير والبريمير كنعبر بين هادو وهادي راه المقابل ديال هادو هما هادو اللي شفناهم هنا يعني كيكون عندي هادي هي الان بار اكزومبل اوكي كوما هادي كنز هادي هي كات راه نفس القضية بحال راه لو برانسيب المستعمل سواء في الموبيل القديمة
أو الجديدة راه سي لو ميم برانسيب هو بحال القديمة بحال جديدة. اوكي سي لا ميم شوز، تلاقيتو مع اوتو فيها لا ليماج القديم، راه هذه هي الطريقة ديال لو كونترول ديال لا بوبين ديالنا. كونترول إلكتريك، كونترول ميكانيك. اوكي كيف ما شفنا هنايا لو بريمير راه فيه اونتخ 0.5 اي كيلك اون، يعني ما كيوصلش لهذاك الشيء ديال 100 ولا 200 والو، المهم راه قليل. اوكي ولكن السكوندير هذا كيكون عالي، فيه كيلكو ميلي، يعني ممكن تقدر تلقى 3000 4000 5000 6000 اون، داكشي علاش درت لكم الكيلو. اما البريمير راه كيكون ناقص بزاف. موبين peut-on la simuler à un transformateur élévateur? Oui. Et la bobine, c'est un transformateur. La bobine, le tarif de la c'est Mohamed Khelfaoui. Le tarif de la bobine, c'est un transformateur de tension. C'est un transformateur de tension. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme les contrôles, on a 12,9 de la batterie, le capteur. On a un capteur qui est le schéma. Ou capteur de phase. Capteur de phase ou capteur arbre à cam. كابتور أربعة كام راكي هو كابتور اف في هول في ثلاثة ديال لي بون، يعني لا ماس ولا ليمونطاسيون 5 فولت و صورتي سي سينيال، كنعبرو لا ريزيستونس ديالو بين صورتي سينيال و لا ماس. لا بوبين راه لو كونترول ديالها راه هو هكا كونترول إلكتريك. C'est bon. Nisba les bougies, ok. Les bougies dans l'image, on les teste. Ok, on teste. Les bougies dites, les bougies. Si vous n'avez pas de questions, mais d'après le Mendoza, les bougies. Est-ce que vous avez des questions, bien? Ah oui. Est-ce que vous avez des questions? Capteur de phase, où est-ce qu'il y a qui connaît? L'arbre à cam. Ou capteur régime moteur, où est-ce qu'il y a le volant moteur? كابتور ار رقم ولا كابتور دو فاز، كابتور ريجيم موتور هو هذا، هادو سو سون دي بوبين دان ليماج راكبين فوق لي بوجي، هادو لي زانجيكتور ديالنا. كومباريزون دان كابتور اندكتيف اي سيلوي ا اف هول، كابتور اندكتيف ما كنعطوش الضوء، هو اللي كيخلق لنا التيار كهربائي. ان كابتور انديكتيف نقدر نقول لك هو الترناتور صغير يخلق ليا الضوء. كابتور ا اف اي هول حنا اللي كنعطوه لا ليمونطاسيون باش كيحسن من هذاك السينيال، هو اسرع حسن من هذاك انديكتيف. ا اف اي هول فيه ثلاثه ديال الخيوطه، انديكتيف فيه جوج. C
سمح المدخل الفاوي لا طونسيون دو سورتي دو سي دو سكوندير دابا راك ديباسي ليا 60000 فولت 60000 فولت بلس ك 60000 فولت Que vous avez des questions à chaque fois. Je vais vous donner le jadid. Est-ce qu'il y a un jadid dans les bougies? Les bougies, quand on les voit. Voilà. Les bougies, quand on les voit, il a fait un défaut moyen. C'est contrôle la pomme. Youssef Erma contrôle la pomme. Qu'on compte contrôler des wahki wahli qadiya. لا ليماج القديم كنا كنقلبوا هذوك الخيوطه اللي غادي من لابوبين سميتو البوجي هاد الخيوطه هادو كنسموهم لي في اش تي لي في اهوت اونسيون كتكون لا ريزيستانس ديالهم بالكيلو كتلقى 3.2 كيلو كتلقى 3000 اوم 4000 اوم 5000 اوم على حسب الطول ديال كل واحد فيهم ولكن في هذا ستاتيك ما بقاوش عندنا هذوك الخيوطه لحقاش ولينا كنركبوا لا روبين ديريكت فوق البوجي سي بون هنايا بعض المعلومات على لي بوجي والراس ديالهم بوجي كيكون عادي اذا كان الراس ديال البوجي ياك غري كلير هادو كلهم فيهم ديفوات هادو كاملين فيهم ديفوات هذا اوكي الا كان زيت بزاف عندي فويت ديال الزيت كان كحل بزاف عندي مشكل في عندي مشكل فلير يعني ديك الفلتر ديال لير كيدوز ليا الوسخ اوكي كان فيه لي ديبو كان فيه بحال ما هكذا يعني راه كيوقع عندي واحد لا ليماج اللي هو فيت القياس كيوقع عندي واحد لا كومبيسيون فيت القياس اوكي كان شويه مصدي عندي الفويت ديال الماء في الجوان ديال الكلاس ولكن الحاله العاديه ديالو انه خاص يكون غري كلير غري كلير بحال هذا الشكل اللي غادي نشوفو هنا وراك هذا هو بوجي نورمال غري كلير بحال هكا هذا راه بوجي مستعمل بزاف هذا ضرب كيلومتراج كثير جدا هذا هو العادي واخا كيبان لكم شويه ديال لي تراس ولكن راه باقي هو خدام خاص يكون كري كلير يعني راه ما هادي فاتح هذا هو الراس ديال البوجي اللي كيكون عادي سي بون مثل الجديد Il n'y a plus de condensateur. Là, ouais, mais quel condensateur c'est ça fait. Il y a un condensateur ou il y a un mécanique. Le condensateur qui est le calculateur d'erreur. Ça fait. On voit qu'il y a des chiffres d'erreur. Bonjour. Enfin, compris schéma des symboles et je suis voilà. Voilà. سي سعيد مجاهد محط هيتم وشحال الكيلوز الوجي من فولت راه قلنا 60000 فولت اكثر من 60000 فولت كدوز الوجي اكثر من 60000 فولت قلناها يوسف اما كيفاش نديرو كونترول ديال لا بومب دانجيكسيون
كونترول ديال لا بومب دانجكسيون، واش كتقصد لا بومب دانجكسيون اون لين ولا روتاتيف، ولا كتقصد لا بومب دانجكسيون ا هوت بريسيون اللي كاينه دابا ديال لانجكسيون ديريكت ديال لا هوت بريسيون؟ اش من بومب اللي قصد؟ لحقاش كاين اللي كيسميها هذيك ديال لا هوت بريسيون كيقول كيسميها بومب دانجكسيون. بالنسبه للجديد الاخوان، وهو عندنا بوجي لازر، بوجي لازر هما هادو اللي عندي، هنا بوجي لازر. اوكي، ده هو ال وهادو راه خرجوا العام الفايت. سو سون دي بوجي اللي كيحط لي تانسيل اللي هي بعيدة بزاف. هما هادو اوكي باينين، ما كيف كاين فيهم لا تكنولوجي ديال لا فيبر اوبتيك. هما هادو شتو ديك لي تانسيل ديالهم كي دايره ورا، ولا هو اخر ما كاين في لي بوجي. نقدر نصيفط لكم لي فوتو في سميتو في لي كومونتير باش ما عرفوش كيتلاحو ما كيتلاحوش، تن نديرهم لكم في واحد ليان ان شاء الله تعالى. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis sous aide. Voilà. On peut contrôler l'image avec l'oscilloscope ou avec l'appareil diagnostique. Oui. L'oscilloscope. Alors, je vais vous montrer. On peut contrôler avec le passage de la haute tension. Il y a les tensions. Voilà. Mais sur les commandes, il y a vous venez dans l'image statique. كان كونتروليو في الخيط ديال سميتو ديال الكنز ديالهم. سي كمال، او لا بروميير فوا اللي غادي نشوف هاد لي بوجي، ما قريناهمش ديجا. هاد لي بوجي اللي شفتو ديال اللازر، هادو راه خرجو غير العام الفايت، يعني راه والله داز عليهم العام. اخر ما كاين زعما، اخر ما كاين، دازت عليهم عام دابا. شنو اللي طور في هذا البوجي؟ اللي طور في هذا البوجي هو ديك الجهد ديال لاطونسيون اللي كاينه فيهم. لاطونسيون جهدها، انت شوف كيفاش داير ديك لي تنسي ديالهم. يس 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 كمال راجي. عرفتك في مشى عقلك السي كمال. تدابا مشيتي مع لا فيبر اوبتيك ديال ملتي بليكسار وداك الشيء، وكتقولوا كيفاش فيبر اوبتيك وكذا. لا فيبر اوبتيك راه كاينه حتى في التليفون ديالك. لا فيبر اوبتيك كاين حتى في التليفون ديالك. اوكي، يعني من علم شيئا غلبت عنه اشياء. هاد اللي بوجي اللي حطيت لكم قدامكم دابا اللي فيهم لازير، هذا راه دار واحد البحث درتو اليوم
باش نشوف يعني شي حاجة اللي هي آخر ما كاين، ولقيتهم قلت نشارك معكم هذه المعلومة باش نقول لكم راني قاري عليهم بزاف ولا هذا. لا راه غير جوست بور انفو، جوست بور انفو. مرحبا السي خلفاوي عبد الرزاق، لي بوجي اللازير كيخدموا بحال لي بوجي العاديين. لي بوجي لازير ما غاديش يخدموا بالبوبين، البوبين ما كاينش هنا، هذا هو الفرق. لي بوجي لازير ما فيهمش لا بوبين، فيهم كابل ديريكتومون للكالكيلاتور، ما كاينش بوبين. لي بوجي لازير كيخدمو بحال العاديين كيفما كتجاوبنا. اوكي زيد شرح لينا اكثر لا ليماج ترانزيستوريزي. واخا لا ليماج ترانزيستوريزي كيفما قال واحد الاخت ولا اخ، اخت غالبا وردة حمراء. لا ليماج ترانزيستوريزي ارجعوا ليه، لا ليماج ترانزيستوريزي راه فيه انواع. كاين هذا الاولاني هو هذا، فيه بلاصه الكوندونساتور درنا واحد لامبليفيكاتور اللي كيدوب ليا الفولتاج، اللي غيمشي ليا لابوبين باش يعاونها باش تحول ليا لا باس طونسيون دي تي على هوت طونسيون اش تي. وكاين فيه هاد النوع هذا من بعد الكترومانيتيك، حيدنا الفيس بلاتيني ودرنا فلاكس ديال لاليمور اللي كيدور، درنا فيه واحد لا كام او لا بلوزيور كام مانيتيك اللي كيفاش فيما كدوز هادي هنا كتخلق ليا واحد التيار غير باش كيتعلم هذا امتى خاصو يخوي يديشارج عليا في لابوبين. هذا هو الطريقة ديالو. وطورناها عاوتاني بلاصت هذا درنا كابتور اف هول بحال كابتور ريجي موتور، غير هو درنا لي واحد لاكس وهذا في وسط لا ليمور فيما كيدوزو هادو قدام هذا كيعطيني واحد السينيال انه هذه هي الوقيته ديال لي تنسيل، وهذا كيخوي الضوء ديالو في لا موبيل باش كتعطيني واحد التيار اللي هو عالي. طورناها عاوتاني درنا لي هذا ليماج الكترونيك انتيغرال، درنا كابتور ريجي موتور، هذا هو ليماج ترانزيستوريزي. ليماج ترانزيستوريزي فيه نص الكترونيك هو هذا الشيء ونص ميكانيك هو هذاك لو دوا ديال لاليمور باقي كيدور ميكانيك. في لاليماج جيموستاتيك وستاتيك هاد لابارتي ميكانيك حيدت، مبقاش عندي في الجيمو ستاتيك هذاك لو دوا كيدور ولا لا. لو كالكيولاتور كيقول لي هذا راه هادي هي الوقيته، هو كتعدو لابوبي لابوبي كتعطي لا هوت طونسيون ديريكتومون لي بوجي. هذا هو الفرق اللي كاين. سيمون بالنسبة كوم كوم اون كونترول لي بوجي كيتكونترولو بالتيست. سي زكريا هبول ما كيتكونترولوش بالميتيمتر، كيتيستاو هما الميتيمتر ما غيعطيكش شي حاجة اللي هي مهمة بزاف. ما فوالا سي يوسف ارما كونترول بومب دانجيكسيون هوت بريسيون، فوالا
ديال الانجيكسيون كونترول، هذاك لو كونترول ديالها مرتبط بعدا بلي كابتور، كابتور بريسيون. اوكي، كابتور بريسيون هو اللي كان كونترولي فيه، او اللي كان كونترولي في بلاصتو، هو في بلاصتو يعني كتحيد كابتور بريسيون وكنعبرو وكنشوف الكابتور ديال ريغيلاتور، ماشي كابتور، اكسياتور دو بريسيون او لي ريغيلاتور بريسيون، حتى هو كان نعبروه ولا كنعبرو بلاصتو لهود هداك الروتور، هذيك لا بريسيون اللي كيعطيني كابتور بريسيون في لارومب، سواء كنعبرها عن طريق الكابتور او اللي كنحيدو كنعبر بلاصتو. اوكي، باش كنشوف هو خاصك لوتياج، لانه لا بريسيون كتفوت 1600 بار، قضية صعيبة شوية. وقبل ما نحكم على هذيك لا بومب هوت بريسيون، خاصني نتأكد واش هي خدات الحقوق ديالها، الحقوق ديالها، لأنه خاص يبقى يوصلها المازوت بواحد الطريقة مستمرة، والقدر اللي بغاتو، وبالصابيب اللي بغات، يعني بلو ديبي اللي بغاتو، وبلا بريسيو اللي خاصها. يعني خاصني نبدا نقلب من عند ريزيرفوار، من لا بومب داليمونطاسيون، يعني طالع عند الفلتر، فلتر واش كولماطي ولا لا، عاد كنوصل عند لا بومب. سي عبد الرزاق، ميرسي لو، ميرسي ايتابو، مرحبا ود السي عبد الرزاق. سي كمال الرجي، ميرسي بوكو، مرحبا، جو فو زون بخي. لازير بوغ لو طون دو ريبونس، بطبيعة الحال سي خلفاوي، وي لو طون دو ريبونس ديال لازير ما غاديش يكون بحال الاخرين، لحقاش الاخرين عندي لابوبين، خاص لابوبين عندها وقت ديال، انها خاصها عندها واحد الوقت ديال بحال كنقولوا شارج ديال شارج، باش غادي تحول ليا لا باس طونسيون ضغط طونسيون، فاش غادي نتخلصوا من لابوبين غادي نوليو كنربحوا الوقت. سي فري سي خفاوي. فوزي سميشي، و بوفي نو زونفوايي لو بي دي اف دو سوكو. مرحبا، كاين موجود، وصلت لكم الكور دابا. ميرسي استاذي، مرحبا سي زكريا هبول. فوالا كونترول دي بوجي فيزيوال، سي توجور سي كمال راجي، سمعتي انا دائما قلت لكم ديك الساعه تو سكي الكتريك نو كونترول، دائما كيكون عندي كونترول ميكانيك وكونترول الكتريك، اي حاجه خدامه بالضبط. كونترول اي ميكانيك هو الكونترول فيزيوال، الانسبكسيون اللي كنقولو حنايا، كنخدمو الحواس ديالنا، يعني البصر ديالنا واللمس ديالنا والشوف ديالنا. سي بون استاذ، هذا الكيلو اللي كيديرو علاش استاذ، هذا الكيلو اللي كيديرو البواجه علاش؟ ما عرفش اش من كيلو كدوي عليها. ايوا، اذا ممكن تشرح لي انا كيسيون يكون افضل. ما فهمتش شنو كتقصد بكيلو اللي كيديروا البوجه، شرح لي. ما فهمتش. بالنسبة لهذا الدرس، راه إذا دخلتوا لهذاك الرابط اللي كاين في الصفحة الفوق، راه غتلاقاو الدرس محطوط في وسط الدوسي ديال إلكتريك، إلكتريك إلكترونيك، راه كاين تما. إن شاء الله سي جرافة، دروس حول كهرباء السيارات ما شاء الله تعالى. محمد، ملخص على لي كابتور،
ملخص كاين في هذاك الرابط اللي صيفط لكم فيه ملخص سي مومومين، كاين ملخص تما اطلق واحد دوسي سميتو كابتور، غادخل غادي تلقى فيه ملخصات كما راجي يمكن قصد لي كيلو اون. ما عرفتش خاصو هو يعاود يشرح ليا لا كيستيون ديالو. كدوي على كيلو هذاك باش ما يوصل لهمش الزيت. فوالا راه جاوبك فوالا سي بون. قول لي الرونديل الرونديل حقاش انا ما عنديش مع هذيك المصطلحات ديال الكراج بزاف. انت وعلاش ميمتا أستاذ موديل ترانسميسيون؟ ترانسميسيون إن شاء الله في وقتها تنوجدها لكم، لأنه فيها ما يتقال. وكاين الإخوة طلبوا ترانسميسيون أوتوماتيك، كاين الكور موجود، غير هو خاصنا نشوف شي حاجة كيفاش اللي نقدروا ندوزوها في ساعة ونص ساعتين بحال هكا إن شاء الله تعالى. وكدير لنا درس حول كونترول بومب دانجيكسيون كاملين. اييه ان شاء الله تعالى هاد لو كونترول كاين في الدرس ديال الديزل، غادي يكون ان شاء الله تعالى. غتكون شي كيف ما قلنا سهرات لكم ديال مازوت ان شاء الله. فوالا هذا كيلو كيباعد غير بوجي تماما. أيوب 8 درس على ناقل حركة الأوتوماتيكي. أي ترانسميسيون أوتوماتيك إن شاء الله تعالى أنا غادي نوجدها، كاين الدرس كاين، غير هو خاصني نحاول أنني نكومبريسي الكور باش تقدر أنه يتقدم لكم في مدة ديال أقل من ساعتين. لحقاش ساعتين كندير فيها الدرس تقريبا ساعة وربع و45 دقيقة، وسط ساعتين كتكون ديال النقاش أو الأجوبة على لي كيستيون ديالكم. سي بون، إلا ما كاينش شي أسئلة إضافية بالنسبة للطلبات ديالكم إن شاء الله راها مسجلة، ياك مسجلة، وغنحاول ما أمكن يعني قوم بها ان شاء الله كيف ما قلت لكم. الى ما كاينينش دي كيستيون سوف نختم هذه الامسيه. اذا كاين شي سؤال مرحبا قبل ان نختم هذه الامسيه ان شاء الله تعالى. Si vous avez des questions. مرحبا ودي السي كمال، مرحبا. دي زوطخ سي فوزافي دي كيستيون قبل أن نختم هذه السهرة التكوينية اللي كنتمنى أنها تكونوا استفدتوا فيها إن شاء الله، وكنشكركم على الحضور ديالكم والدعم ديالكم للصفحة، ونتمنى من الله تعالى انهم يبقوا دائما عند حسن ظنكم ان شاء الله تعالى.
سي بون، واحد شويه غادي نسالك لكم، غادي نلوح لكم الرابط. وي كاين شي سؤال واقيلا. مرحبا ودي السي زكريا هبول، مرحبا بكل فرح السي زكريا. S'il y a un défaut pour le capteur Abracam, les problèmes qu'on peut constater. Voilà. C'est Mohamed Khalfaoui qui a fait un zouin. Capteur Abracam, il a calculateur qui a fait un cylindre qui a fait soit l'injection, soit l'étincelle. مثلا دابا كيطلع ليه الان والكابت، خاصو يعرف شكون فيهم. هذاك الكابتور دو فاز كيحدد ليه. هذاك الكابتور دو فاز الا ما كانش خدام، لو كالكولاتور كيبدا خدام بلا بيه، شنو كيولي كيدير؟ هو اصلا حنايا دايرين ليه في لابروغراماسيون ديالو لوردر دال ليماج، ياك ان ان 3 4 2 كيبدا هو خدام بيه. فهمتي فاش كيكون الان والكات او بوان مورغو بوغ لي تانسيل كيعطي ان، مره جايه كيعطي 3، مره جايه 4، مره جايه 2، هي وغاديه. يعني بحال كنقولو كيهمل لانفورماسيون ديال الكابتور دو فاز، هي وغاديه. غير هو الكابتور دو فاز يقدر كاع هو يعني يحتاجو الكالكيلاتور امتى؟ كيحتاجو في الديماج، فاش كنبغي نديماري ما كيكونش عارف الكالكولاتور يعني السيلندر اللي خاص تكون فيه ليكسبلوزيون الاول. اوكي، ولكن يعني فاش كيديماري الموطور ما كتبقاش ديك المعلومه ديال الكابتور دو فاز مهمه بزاف، يقدر هو يبقى خدام غير بلوردر دال ليماج كافي. خاصو غير كابتور ريجيم موتور كيقول ليها الان هيا دورة، هو كيبقى دابا كيحسب راسو 1 3 4 2 وكيبقى خدام بها راسو. مرحبا بس، مرحبا مرحبا سي هيثم، سي عبد الى نزار، سي هيثم اوكسر كمال. امتى لا بخشين سيونس؟ السبت ان شاء الله، السبت ان شاء الله. استاذ بغينا تمارين في لاليماج نخدموهم. ايه اها، تمارين ديال لاليماج. ايه كيفاش كونترول لي زانجيكتور موتور اسونس؟ كونترول انه كتمشي كتحيد ليه دوك الخيوطه ديالو، داك الفيش ديالو لانجيكتور، كتمشي كتحيد ليه الفيش ديالو وكتعبر لاريزيستونس ديالو، لحقاش هو فيه غير جوج ديال لي بورن. ساهل، وخاصك تقارن داكشي اللي عطاتك، اللي عطاك المليمتر كتقارنو مع لا غوزي تكنيك شحال فيها. صافي، هادو هما لي زانجيكتور كلهم نفس الطريقة، ماشي غير لي زانجيكتور موتور ايسونس، لي زانجيكتور ديال ليسونس و ديزيل، و كندوي على لي زانجيكتور إلكتريك بطبيعة الحال، وخا يكونو إلكتروميكانيك ولا يكونو بيزو إلكتريك، راه نفس طريقة باش كنقلبو. وبالنسبة للتشكرات ديالك، ميرسي بوغ لا ريبونس سي بون ترافاي. مرحبا ودي السي خلفاوي بكل فرح. أخيرا إخوان، كنشكركم جزيل الشكر على الحضور ديالكم والمساهمة ديالكم في إنجاح هذه الحصة هذه، على أساس نلتقي عما قريب إن شاء الله حسب التحضير وحسب الظروف اللي كانت مواتية. نتمنى انه تكون الظروف مواتية وسط الأسبوع، ونديرو حصة في الوسط وحصة مع السبت. المهم حسب يعني الظروف كيف ما قالت، وحسب العمل كيف ما انتم عارفين انه عندي عمل كنقوم به وهو تكوين عن بعد. عندي وليداتي وتلامذتي اللي خاصني نقريهم ونوجد لهم حتى هما الدروس ديالهم، ونحاول ان شاء الله تعالى نوفقوا بين الجميع ان شاء الله تعالى. الطلبات ديالكم كيف ما قلت راها
مسجلة ومأخوذة بعين الاعتبار إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى غنحاولوا نقوموا بحصص تهم الاحتياجات ديالكم كاملة. شكرا لكم بزاف، ونلتقي في فرصة قادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. Le rôle de la sonde lambda, et comment on contrôle la sonde lambda. La sonde lambda, la sonde lambda, il y a capteur à oxygène. فاش كنقول لك كابتور اوكسجين، يعني راه باين الضوء ديالها، هي كتعطيني سينيال حاسب الاكسجين اللي كاين في الكوليكتور دابميسيون. بوغ لو كونترول ديالها مرتبط بعدد الاسلاك اللي كاينين فيها، عدد الخيوط اللي كاينين فيها. اوكي، كاين اللي فيها 3، كاين اللي فيها 4، كاين اللي فيها 5، على حسب كل نوع. اوكي، فاش غادي ندير نكمل لكم الدرس ديال الموتور essence, غادي ندينو la sonde lambda وغادي نشوفو كيفاش كيدير ليها لو كونترول ديالها. وهذا غير هي سوفيستيكي، ماشي بحال انجيكتور ولا الكتروفان ولا كابتور عادي. سي بون، بارك الله فيك ميناد، بارك الله فيك. هذا شرف لنا المجاملة، بارك الله فيك. بالنسبة اللي سول السؤال ديال لا سوند لوندا، كان وعدوا أنني غادي نخصص لها واحد الدرس ديالها خاص ان شاء الله تعالى، لحقاش فيها هي ميديكال. سي بون، مرحبا جورا رفاق. نتمنى لكم أمسية سعيدة لجميع الحاضرين وجميع الحاضرات، وندعو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يحفظ الجميع. مرحبا سي يوسف كرمة، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أشكركم بدوري، وأشد على أيديكم على هذا الحضور الرائع وعلى المشاركات ديالكم، وتبارك الله لي كيستيون ديالكم راه في المستوى، أفتخر بكم كذلك. البوجي لازير سيتم، واش هو ديسبونيبل؟ اش غادي نقول لك، هو هذاك الخبر او هذيك الصوره اللي شفتو، يعني خارجه في يناير 2019، يعني راه داز عليها تقريبا عام. اوكي، جو بونس انه غادي يكون امسيه سعيده مجددا، ونلتقي في فرصه اخرى بإذن الله. مع السلامة.
وجزاكم أيضا. الله يبارك فيك سي سعيد مجاهد، الله يبارك فيك، شكرا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أواشر مبروك عليكم كاملين، وأظن أنه الحصة أو السهرة القادمة سوف تكون سهرة رمضانية بإذن الله تعالى، غيكون رمضان داخل. شكرا لحضوركم وبقية أمسية سعيدة للجميع. شكرا بزاف.